بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. في هذه الآيات الكريمات من سورة الإسراء يقول جل وعلا: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. يقول الله جل وعلا: ولقد أعطينا موسى 9 آيات بينات تدل على صدقه وأنه مرسل من ربه تبارك وتعالى إلى فرعون وقومه، فاسأل بني إسرائيل، فاسأل يا محمد بني إسرائيل عن هذه الواقعة وهذه الحال، ينبئك عنها بصدق وإخلاص. ولقد أوحينا إلى موسى 9 آيات بينات واضحات، لو سألت عنها بني إسرائيل لأخبروك عنها خبرا صادقا، خاصة المؤمنون منهم. فقال له فرعون اللعين لم يؤمن بموسى ولم يصدقه، وكلما أتى له ببينة ودلالة على صدقه كفر بها وأعرض عنها، والتمس الأعذار المصححة لإعراضه. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، أي أصابك سحر، أي أنت ساحر أو مسحورا مفعولا به، والأولى أن يقال فاعل، إنك يا موسى ساحر تسحر الناس وتقلب الحقائق. فأراد فرعون اللعين أن يكتم خبر موسى وأن يرده عليه، فأجابه موسى عليه الصلاة والسلام بقوله: لقد علمت بالحقيقة ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض
وإن بصائر أرسلها وأنزلها وأوحاها إلي بصائر للناس يميزون بها بين الحق والباطل. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا من الثبور وهو اللعن أو الكيد أو الهلاك. وجاءت مثبورا بمعان كثيرة منها اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومنها الخذلان، ومنها غير ذلك من المعاني. قال: لقد علمت في الحقيقة ما أنزل هؤلاء إلا الله رب السماوات والأرض، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. عند ذلك أراد فرعون أن يستفزهم من الأرض، يخرج بني إسرائيل من الأرض، فأراد إخراجهم فخرج منها هو وقتل في وبالبحر. أراد أن يقضي عليهم فقضى الله جل وعلا عليه وأهلكه. فأراد أن يستفزهم يخرجهم من الأرض فأغرق هنا هو ومن معه جميعا. أرسل الله له البحر فأغرقه، وذلك أن فرعون اللعين استدعى بني إسرائيل ليعذبهم فهربوا مع موسى فأتى فرعون بجنده الكافر كلهم واستخرجهم من الأرض ليقضي على موسى ومعه، فخرجوا في أثرهم. خرج موسى ومعه ليلى فاتجهوا إلى جهة البحر، فاتبعهم فرعون. فلما كاد أن يصل إليهم قالوا: يا موسى إنا لمدركون، هؤلاء فرعون وأخوانه وأعوانه وراءنا، والبحر أمامنا، ماذا نسلك؟ قال: كلا، لن يدرككم عدوكم، إنا نسير بأمر الله جل وعلا، وسيوجهنا ربنا جل وعلا. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر، فضرب بالعصا وهي عصا كما قال عنها موسى عليه الصلاة والسلام: أهش بها على غنمي وأتوكأ عليها ولي فيها مآرب أخرى. عصا عادية ما كان لها ميزة، لكن الله جل وعلا القادر على كل شيء جعل لهذه العصا شأنا عظيما. فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب فانفلق البحر وسولت الطرق فيه، وقام الماء كأنه زجاج واقف لا يؤثر على أحد. فدخل موسى أولا، حتى إذا خرج من البحر وإذا فرعون قد وصل إليه سار في أثر موسى، وقال: انظروا إلى قدرتي، فإنه لما هرب عدوي لحقته وفتح لي البحر، انفتح لي البحر. فدخل فرعون ومن معه، فلما استكملوا في البحر أولهم لم يخرج وآخرهم دخل، قال الله جل وعلا للبحر: انطلق عليهم فأغرقهم.
أغرقهم الله في البحر عياناً بياناً، وبنو إسرائيل ينظروا إلى ذلك بأن الله جل وعلا أنجاهم من فرعون، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الواقف بين الشعب الطرق، ومشى الناس مع موسى عليه الصلاة والسلام في أرض يابسة لا دحض فيها ولا زلق ولا ماء، حتى إذا استكملوا الخروج قال الله جل وعلا للبحر انطلق عليهم وانطبق عليهم، فعند ذلك آمن فرعون اللعين وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فهو عاين ولم تنفعه توبته مع أنه صادق في توبته هذه، لكن الله جل وعلا حدد التوبة إذا لم يعاين الهلاك المرء، إذا لم يعاين الهلاك فقد تنفع توبته، أما إذا عاين الهلاك فلا تنفع التوبة حينئذ. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فهلك فرعون في البحر ولم يصدق بنو إسرائيل أن فرعون يهلك في هذا البحر وأنه يستطيع أن ينجي نفسه، فلم ينجها ولم يستطع، ورآه قومه وبنو إسرائيل غارقا، الآن تتوب وقد عصيت من قبل، فاليوم ننجيك ببدنك. أنجاه الله جل وعلا ببدنه ميتا ما ليس بيده من الأمر شيء. ويروى أن جبريل عليه السلام لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أخذ برأسه وغمسه في البحر لعله يغرق قبل أن يقبل الله منه التوبة، فالتوبة بيد الله جل وعلا يقبلها ممن شاء ويردها على من شاء. فأراد أن يستفزهم من الأغرق فأغرقناه ومن معه جميعا، أغرقه الله جل وعلا بالبحر. وقلنا من بعده لبني إسرائيل وهم قوم موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام اسكنوا الأرض. ما هذه الأرض التي أمرهم أن يسكنوها؟ قيل هي أرض مصر والشام، وقيل هي أرض ما وراء الصين، وقيل غير ذلك. اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة البعث والنشور في الآخرة جئنا بكم لفيفا، يعني جميعا لا يتخلف منكم أحد. قال الله جل وعلا هنا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، هذه الآيات الدالة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام، بينات واضحات.
وقيل هي العلامات التي أعطاها الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام. بعضها كان في وجود فرعون وبعضها بعدما هلك. والصحيح أنها هي التسع التي استدل بها موسى عليه الصلاة والسلام أمام فرعون على صدقه وأنه صادق في رسالة ربه، ولم تكن هي الآمال والعلامات والعنم النعم العشر، بل هي تسع آيات بينات كما قال الله جل وعلا، كما يأتينا في الحديث أنها قال بعضهم إنها هي العلامات والنعم التي أعطاها الله موسى عليه الصلاة والسلام، وكانت عشر علامات وعشر نعم تفضل الله جل وعلا بها على موسى. والصحيح أنها العلامات البينات على صدق موسى عليه الصلاة والسلام. نعم اقرأ. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات: يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات، وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه، فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون، وهي العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. قاله ابن عباس: قال محمد بن كعب: هي اليد والعصا والخمس في الأعراف والطمس والحجر والحجر. القول الأول هذا قول ابن عباس أنها اليد والعصا والسنن البحر، والسنن الهلاك والفقر والحاجة، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. هذا قول ابن عباس. وقال محمد بن كعب: هي اليد والعصا والخمس التي في سورة الأعراف والطمسة والحجر. الحجر أعطاه الله جل وعلا لموسى لما طلب منه قومه الماء، وإذا به في صحراء لا ماء بها، قال له الله جل وعلا: اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، اثنا عشر عينا خرجت من هذا الحجر الذي يحمل باليد، حجر يحمل باليد، ضربه موسى بعصاه فانبجست خرجت منه اثنتا عشرة عينا. لكل نفس ولكل جماعة من بني إسرائيل عين يشربون منها. وهذه الحجر ما صارت ما أعطاها الله جل وعلا لقوم موسى إلا بعد هلاك فرعون ومن معه. نعم. وقال محمد بن كعب: هي اليد والعصا والخمس في الأعراف والطمس والحجر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا ومجاهد: هي يده وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي، وجعل الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدة، وعنده أن التاسعة هي تلقف العصا ما يأفكون، فاستكبروا يعني وكانوا كان معهم. إذا سلط عليه موسى عصاه أكله وانتهى، ما يبقى معه شيء. العصا عصا عادية، فإذا سلطه موسى على شيء مما مع أعدائه أكله وانتهى.
نعم. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أي ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها وجحدوا بها، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وما نجعت فيهم. فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخرها. فإن الله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن قومك الذين طلبوا منك هذه الآيات لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا إلى آخر الآيات، إن هؤلاء لو أعطيناهم هذه الأشياء ما آمنوا أبدا، لأنهم مثل بني إسرائيل طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام طلبات فأعطاهم الله مطلبهم فلم يؤمنوا. فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخرها لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله، كما قال فرعون لموسى. وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات: إني لأظنك يا موسى مسحورا، قيل بمعنى ساحر، والله تعالى أعلم. فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة هاهنا، وهي المعنية في قوله تعالى: وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف، إلى قوله تعالى في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فذكر هاتين الآيتين العصا واليد، وبين الآيات الباقيات في سورة الأعراف وفصلها. وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخر كثيرة، منها ضربه الحجر بالعصا وخروج الماء منه، ومنها تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى، وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد موسى عليه الصلاة والسلام. بعدما أهلك الله جل وعلا فرعون أعطاه من الآيات والنعم الشيء الكثير وفرعون قد هلك وانتهى، لكن الله جل وعلا أعطى موسى نعما لم يعطها لغيره، فهذا العطايا ليست داخلة في هذا، هذه نعم أعطاها الله جل وعلا ولم تكن معروضة ولا مقولة لفرعون، ما قالها موسى لفرعون، وإنما هي نعم أنعم الله بها على موسى، مثل تضليلهم بالغمام، جعل الله جل وعلا الغمام يضللهم في الصحراء فمكانهم مضلل كله بإذن الله، ومثل إنزال المن والسلوى عليهم، المن شيء طيب لذيذ والسلوى الطير الذي يأكلونه، فينزل عليهم كل يوم المن يأكلون منه ويشربون، وينزل عليهم الطير الذي يأكلونه السلوى، هذه نعم من الله أنعم بها على موسى ومن معه لما كانوا في التيه في الأرض الضالة ضلوا طريقهم، فكانوا يتبعون ليلهم نهارهم يبحثون عن الطريق الموصل إليهم، فإذا أصبحوا إذا هم في المكان الذي أمسوا فيه البارحة، وهكذا. ومع ذلك ما أهلكهم الله
وإنما أنعم عليهم بالنعم، أعطاهم المن وهو نوع ينزل من السماء كالرب والحليب الجامد يأكلونه ويشربون منه، وأنزل عليهم السلمى وهي طير يأكلونه ويتغذون به، وجعل مكانهم ظلال كأنهم في غيام مظللة. وهكذا أنعم الله على موسى ومن معه بهذه النعم ولم يشكروها، وهذه النعم حصلت لموسى عليه الصلاة والسلام بعدما فارق فرعون وبعدما أهلك الله فرعون اللعين. نعم. فذكر هاتين الآيتين العصا واليد، وبين الآيات الباقيات في سورة الأعراف وفصلها، وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخر كثيرة، منها ضربه الحجر بالعصا وخروج الماء منه، ومنها تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر. ولكن ذكرها هنا التسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر، فكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفرا وجحودا. ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني ما أنزلها إلا ليتبصر بها الناس ويعلم الحق من الباطل، وأنت في حقيقة الأمر تعلم ذلك، لكن عنادك وكفرك وجحودك هو الذي جعلك تنكر هذا. وهذا يكون فيه هلاكك وقذفك وبعدك عن رحمة الله. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، مثبورا ملعونا أو مقتولا أو مخلوبا أو نحو ذلك من الأمور التي تدل عليها هذه الكلمة العظيمة. نعم. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي حججا وأدلة على صدق ما جئتك به، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا، قال مجاهد وقتاده، وقال ابن عباس ملعونا، وقال الضحاك مثبورا أي مغلوبا. والهالك كما قال مجاهد يشمل هذا كله، ويدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هي ما تقدم ذكره من العصا واليد والسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم التي فيها حجج وبراهين على فرعون وقومه، وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله، وقوله فأراد أن يستفزهم من الأرض أي يخليهم منها ويزيلهم عنها، فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وفي هذا بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، مع أن السورة مكية نزلت قبل الهجرة، وكذلك وقع هذه السورة سورة الإسراء مكية نزلت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها البشارة بأن محمدا عليه الصلاة والسلام إذا خرج من مكة مهاجرا بأنه سيعود فاتحا منصورا، فعاد كما بشره الله جل وعلا بذلك. نعم. وفي هذا بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، مع أن السورة مكية نزلت قبل الهجرة، وكذلك وقع
فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها كما قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، الآيتين. ولهذا أورث الله ورسوله مكة فدخلها عنوة وقهر أهلها، ثم أطلقهم حلما وكرما، كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم، كما قال: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقال هاهنا: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جميعكم أنتم وعدوكم. قال ابن عباس: لفيفا أي جميعا. إذا جاء وعد الآخرة جاء البعث جئنا بكم لفيفا أي جميعا، أنتم وعدوكم جميعا تختصمون عند الله جل وعلا، وهو يسمع قولكم وكلامكم وما قلتم له، وفرعون اللعين مغلوب على أمره ليس بيده من الأمر شيء، وهو هالك، ويوم القيامة يدخل فرعون ومن معه إلى أشد العذاب. فعذاب الآخرة متفاوت، وفرعون وقومه يدخلون في أشد العذاب. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل تجوز زيارة مصر لمشاهدة جثة فرعون؟ الاطلاع على جثة فرعون إن كان صحيحا أنها جثته فيجوز ذلك على سبيل الاعتبار والتأمل، أن هذا الشقي الذي حكم مصر وحكم بني إسرائيل وحكم العالم مئات السنين، هذا الرجل الخسيس النفر الواحد الذي هو ضعيف لا قدرة له، ولكن الله جل وعلا أمهله ليزيد في عذابه. يقول السائل: ما مناسبة ضرب موسى للحجر؟ هل لعطشهم أم الله أمره بذلك؟ نعم، يروى أنهم لما ساروا ما وجدوا الماء في طريقهم فعطشوا، فاستغاث موسى ربه جل وعلا، فأوحى الله جل وعلا إليه: اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا. وهذا حجر كما يقال مربع، ليس بكبير ولا صغير، يضرب بالعصا ثم يسير الماء من جميع نواحيه، من 12 عينا لكل جماعة عين، فإذا انتهى قفل، وانتهى وتحمله الإبل كما يقال أنه ليس بالكبير، ولا يسيح الماء منه إلا عند ضرب موسى إياه بالعصا. يقول: هل صحيح أن فرعون ليس عنده ولد ولذلك قالت له: اجعله قرة عين لي ولك؟ يقال أنه ليس له ولد، وإنما امرأته قالت: قرة عين لي ولك، فبدأت بنفسها فكان قرة عين لها، ولو أنها قالت: قرة عين لك ولي، لربما آمن فرعون بموسى، لكنه لم يؤمن لحكمة يريدها الله جل وعلا.
يقول السائل: في البيت نمل يؤذيني، فكيف التخلص منه؟ لا بأس عليك أن تفنيه وتقضي عليه بما يقضي على النمل، هذا إذا كان مؤذيا لك. ولا يجوز للإنسان يقتل شيئا من الحيوانات غير المؤذية. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن به وسواس قهري يشككه في إيمانه، حتى إنه إذا قام للعبادة تضيق نفسه وكأنها ستطلع؟ عليه أن يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ويسأل الله الثبات على الطاعة ويستقيم عليها، ولا يلتفت لوساوس الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يضله ويهلكه، فلا ينبغي له أن يستجيب لهذه الوساوس، بل يصمد أمام وساوس الشيطان ولا يلتفت لها. يقول: من أين يحرم أهل مكة إذا أرادوا العمرة؟ أهل مكة إذا نووا العمرة فيحرمون من الحل من خارج حدود مكة، وإذا نووا الحج أحرموا من مكة وخرجوا إلى الحل، لأن كل معتمر وحاج لا بد أن يجمع بين عمرته وحجه بين الحل والحرم، يجمع بين الحل والحرم، فهو أولا في العمرة يحرم من الحل ويدخل للحرم، ومن الحج يحرم من مكة ويخرج إلى الحرم إلى الحل وهي عرفات، فكل نسك لا بد أن تجمع فيه بين الحل والحرم. فأنت في مكة فتريد العمرة، عليك أن تخرج إلى الحل وتحرم من الحل وتدخل إلى مكة، وأنت في مكة تريد الحج يجب عليك أن تحرم من مكة وتخرج إلى الحل. يقول السائل: إذا احتلم رجل ثم صلى الفجر والظهر وهو ناسي أنه جنب، فهل عليه الإعادة أم ماذا عليه؟ عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها وهو جنب، لأن الجنب ما تصح صلاته سواء كان جاهلا أو ناسيا لحدثه، فيجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل عمر رضي الله عنه لما صلى بالجماعة بالمسلمين صلاة الفجر وخرج إلى خارج المدينة وجلس للبول، ذكر أنه احتلم ورأى آثار الاحتلام، فصلى فعاد الوضوء والاغتسال وصلى صلاة الفجر قضاء، ولم يأمر الجماعة بالصلاة معه، بل هو صلى وحده. وهكذا إذا صلى المسلم وهو جنب أو محدث أو عليه حدث أصغر أو أكبر ناسيا، عليه أن يعيد الصلاة بعد إعادة الوضوء. أما إذا صلى ومعه النجاسة وقد توضأ وضوءا كاملا لكن بدنه في نجاسة ولم يذكرها إلا بعد الصلاة، فلا بأس عليه، فصلاته صحيحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقام الصلاة وصلى في نعليه وفيهما نجاسة،
فلما أتاه جبريل وأخبره خلعهما وبنى على صلاته الأولى السابقة بنى عليها فهي صحيحة. فرق بين أن يصلي المرء محدث وبين أن يصلي معه النجاسة، فإذا صلى معه النجاسة فالصلاة صحيحة، وإن صلى وهو محدث فالصلاة غير صحيحة وعليه أن يعيد الصلاة. يقول السائل: طلاب العلم المقيمين في الحرم، ما هو الأخير لهم، العمرة أم الطواف؟ لعل الطواف أولى لهم، لأن الطواف عبادة صحيحة، وتكرار العمرة لا ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة ما دام دخل مكة معتمرا. يقول السائل: هل لطالب العلم أن يأخذ من الزكاة؟ طالب العلم إذا كان فقيرا فهو أولى من غيره، وإذا أغناه الله فلا يجوز أن يأخذها لكونه يقرأ أو يطلب العلم أو نحو ذلك، وإنما له الأخذ من الزكاة إذا كان فقيرا، كما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء ثمانية أصناف تحل لهم الصدقة والزكاة، ومن عداهم فلا، وبعضهم تحل له مطلقا كالفقراء والمساكين، وبعضهم لا تحل له إلا عند الحاجة، إذا احتاج إليها له أن يأخذها، فإذا استغنى ردها. يقول السائل: هل يوجد في عصرنا هذا تصوف محمود ويقال فلان صوفي مستقيم؟ التصوف يطلق ويراد به شيء محمود كالزهد في الملبس والزهد في المأكل والمشرب، ولا يكلف نفسه في ذلك بشيء، هذا تصوف محمود. وإذا كان ذلك لرد الحلال وأخذ الحرام فلا يجوز ذلك، والتصوف عمل شخصي إذا كان موافقا للصواب فهو جائز ومستحب، القناعة والزهد في الدنيا، وإذا كان بخلاف ذلك فلا يجوز. يقول: هناك من يعمل لإحرامه أزارير، ومنها ما يغلق للإحرام بدبابيس أو ما يسمى، ما ينبغي له مثل ذلك، لأن هذا يشبه المخيط، يكون حينئذ كأنه مخيط ولا ينبغي مثل هذا. يقول السائل: ما حكم الصلاة على السجادة وعليها صورة للكعبة؟ لا ينبغي الصلاة على شيء يشغل المصلي، وإذا كان لا يشغله فلا بأس عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى